كل سنه المركز كينظم 3 إلى 4 الحملات ديال التبرع بالدم، واللي كيساهموا فيها ويشاركوا فيها بتلقائيه وتطوعيه الطلبه والطالبات اللي كيدرسوا في المعهد. هاد العمليه اللي كنعملوا بغيناها باش ترجع عند الممرضين والممرضات اللي كيدربوا، انهم كيعرفوا المرضى في المستشفيات محتاجين لواحد الماده اساسيه اللي هو الدم، وهذا الدم بطبيعه الحال كيمكن له ينقذ الحياه ديال الناس، اما في الحاله ديال الحوادث او في بعض الامراض اللي العلاج الوحيد الممكن كيكون الا يعني خصنا نمكنوه من هاد الماده الحيويه اللي هي الدم. ولكن في نفس الوقت اللي كيتبرعوا بالدم كيستافدوا من التحاليل الطبيه باش نقدروا نعرفوا واش عندهم امراض، وفي نفس الوقت ان الدم ديالهم كيتجدد، الكرويات الحمر ملي كيتجددوا راهم كيتجنبوا مجموعه من الامراض المزمنه. لذلك الدعوه موجهه ماشي غير للطلبه والطالبات، موجهه لجميع المواطنين والمواطنات، انهم ملي كيعطيو الدم كيساعدوا وكيساهموا في العلاج د واحد المريض اللي محتاج لهذه الماده، ولكن في نفس الوقت كاينه فائده بالنسبه ليلو انه كيعمل التحاليل وكذلك الدم ديالو كيتجدد. وكل ما تجدد الدم في واحد الفتره قصيره كيكون احسن بالنسبه للمتطوع. وعندنا الان طلبه اللي عطاو 3 و4 و5 و6 المرات الدم ديالهم كيوليو كيدخلوا عندنا في واحد الخانه، هادم هما الناس اللي رافعين شعار الانسانيه في الميدان ديال التبرع بالدم. السلام عليكم، انا جيت لمركز دلال الملكه تبع الهلال، جيت نتبرع للناس اللي محتاجين لهذا الدم، وكنتمنى للناس اخرين اللي عندهم اللي بغاو يتبرعوا يجيو يعطيو حتى هما للناس يتبرعوا لهم بالدم. نتمنى خصوصا الشباب يجيو لهذه الحمله يتبرعوا باش يجمعوا اكبر عدد ممكن من التبرع بالدم. السلام عليكم، انا بحالي بحال الناس الاخرين جيت نتبرع بالدم. الدم مزيان حيت بزاف الناس كيحتاجوهم، بزاف الناس كيحتاجوهم، الناس محتاجين يعني. واللي كيوقع هو انه يعني في الجسم عنده بزاف ديال المزايا، كيتم تجديد ديال الكريات الدمويه، وكاين عنده اهميه كبيره للناس. واحد ميساج للبوبل كاملين، وهو انهم تميقوا من المبادره هذه، حيتاش الناس اللي كيدوزوا للسبيطار الناس كيجيو عندهم معاناه ما كيجيبوش فصائل الدم. السلام عليكم، انا طالبه بمعهد لاله الملكه اللي تابع الهلال الاحمر، نظمنا اليوم الحمله للتبرع بالدم، وجينا انا ومجموعه ديال الاصدقاء ديالي باش نتبرعوا بالدم باش نساعدوا الناس اللي محتاجه. بما ان دابا كاين بزاف ديال الحوادث السائر، الناس اللي محتاجه الدم، بزاف الناس اللي مرات، وبغينا نتبرعوا لهم باش نساعدوهم. الحمد لله اللي ربي كتبنا انه نتبرعوا اليوم بالدم ديالنا، وشكرا يعني المدرسه ديالنا اللي خلاتنا نشاركوا في هذه الحرب بحال هيدايا بصراحه، والحمد لله. وكنقول صراحه كل شيء انه يتبرع، حيت يمكن بسبب غير التبرع ديالنا انا نقدروا نعتقوا شي واحد يكون محتاج بزاف. والحمد لله وشكرا لله على كل شيء.